صباح النور بنات، كي صابحين؟ كي دايرين؟ كيف دوزي نهاركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير ان شاء الله؟ تكونوا مزيان. كنقول لكم صباح الخير حيت بادية معاكم لا فيديو على الصباح. اليوم اختي غادي تدوزوا معايا النهار ديالي. فقت فيا واحد شويه ديال الحداقه، واحد شويه ديال الحماس. غادي نصايب خبيز بالشوفان زويون وصحي وما كيشدش الوقت نهائيا، وقلت ضروري ما غادي نشارك معاكم الطريقه. عندي هنايا الشوفان الرقيق، نقيته ومن بعد غسلته وسقطرته في ديك الصفايه الرقيقه. من بعد زدت عليه القرقاه، هرمشو غير بيدي، وزريت الكتان. هي راني غسلتها وصفيتها، درت منها غير شويه حيت ما كتعجبنيش، ما عنديش البنات دوك الزرارع، داكشي باش درت زريت الكتان. صافي زدت جوج بيضات، قبيسه ديال الملحه، نص خماره ديال الحلوه، ونص كاس ديال دانون مسوس. الا كان عندكم الجبن كيجي حسن من دانون مسوس. صافي وخلطت غير بالمعلقه مع داك الشوفان. منين فزقتو طلق، يعني طلق راسو غير معلقه، كتبقاو كتحركوا. وهنايا وجدت لاطه اللي غادي ندخلها للفران، كنشد يدي كنفزقها بالماء باش ما يلصقليش فيه ديك العجينه ديال الشوفان. صافي وكندير خبيزات صغار، انا ما بغيتش نديرهم كبار، درتهم صغار على قبل هكا لي ساندويتش، الصراحه كيجيو زوينين. درت غير 6 وغادي ندخلهم الفران يطيبوا، ما كيشدوش الوقت نهائيا البنات. الا بغيتو توجدوهم للفطور راه نص ساعه غادي توقفي فيها غادي يكونوا واجدين. صافي هنا طحنت شويه ديال لافوكا، زدت عليها شويه ديال الكركاع، ودرت كنحط ويبله ديال الفطور. المهم درت طيبت هكا شويه ديال البيض. شوفوا راني واخا طحنت العصير راه ضروري من القهوه، هنا راه كانت كطيب ضروري من القهوه بالحليب، هي اللي كتواقدنا الصراحه الصباح وكتحل لينا الدماغ ديالنا. صافي اختي هذا هو الفطير ديالنا. انا غادي نحل معكم واحد الخبيزه تشوفوها، عرفتوا كانت مازال سخونه، انا غادي نحلها معكم تشوفوا كيفاش كتجي. شوفوا ما نكذبش عليكم، انا بيني وبين الماكله الصحيه غير الخير والاحسان. عارفه ماكلتي ماشي صحيه، ولكن كنحاول مره مره كندير هكا شي حاجه اللي تكون صحيه، وهاد الخبيزات عرفتو جاو كيحمقوا. صافي من بعد ما فطرنا الحمد لله، دابا اول حاجه درت قبل ما ندوز نقضي شغالاتي، رديت الغدا كيطيب. منين كيكون راجلي غادي يتغدى في الدار كنحاول نسبق الغدا هو الاول. درت كسيكسو خليته كيطيب، ما نحتاجش نشارك معكم الطريقه البنات، راه كلشي كيعرف يديرو. ودابا اختي ندوزو نجمعو الدار واحد شويه، غادي نجمع معكم بيتي. بزاف ديال البنات كيقولوا لي كتري لينا من لي روتين ديال الدار، انا كنحاول ما كنبغيش نكثر ليكم الصراحه باش ما تملوش. راكم عارفين عندنا نفس الروتين اللي كنديروه اليوم كنعاودوه غدا. غير هاد لي فيديو انا عارفاكم كيعجبوكم حيتاش كيحفزوكم. انا براسي راه بعد مرات كنكون عكزانه كنبقى نتفرج في بحال هاد الشيء هذا، والله الا كيعطوني طاقه زوينه. ايوا صافي الحبانات، هانتوما مدوزين معايا النهار ديالي، موانسه بكم وموانسين معايا. كيما قلت لكم غادي نجمع بيتي، غادي نمسح له هكا شويه ديال الغبره، ندير ملايه ديال ناموسيه رقيقيه. عرفتوا الغبره قهراني الحساسيه البنات، مشكيت عليكم. الناس اللي فيهم الحساسيه هما اللي غادي يفهموني، خاص الغبره ما تكونش كاع في الدار. وفي ديك الوقيته اللي كنكون كنمسحها ايوا الهلا يوريكم حالتي، عرفتوا راني كنمسح ونعطس، نمسح ونعطس، عرفتوا راه واقيلا ما عندهاش كاع الدواء هاد الحساسيه، وكيبقى حلقي كياكلني مشكيت عليكم وودنية. ايوا صافي اختي كيف ما قلت لكم نحاولوا نجمعوا هكا الدار مع بعضياتنا. وبغيت نسولكم على واحد الحاجه البنات، بعد البنات اللي كيسولوني على المرايا اللي عندي، ديك المرايا ودوك لي زيطاجير كيسولوني بشحال خديتهم. خديتهم البنات ب 700 درهم من واحد لاباج في انستغرام. ودابا انا اللي بغيت نسولكم الا قديتو تفيدوني في هاد القضيه. بغيت ناخذ كوافوز اللي يكونوا فيه المجوره. دابا ديك المرايا اللي عندي دوك لي زيطاجير اللي فيها عرفت وليت كنعمرهم بزاف، ما بقيتش كنلقى فين ندير لي برودوي ديالي. المجوره اللي عندي في الماريو عندي عامرين، ايوا وصافي طلعت ليا في راسي الصراحه ديال الله. دابا عرفتوا شحال ويا عندي، راه شي 3 سنين ويا عندي. بغيت ناخذ كوافوز يكونوا فيه المجوره، نتوما عارفين دوك المجوره كينفعوا بزاف، وتكون هكا راه تكونوا عارفينهم، تكون مرايه يكونوا فيها دوك البولات باش يعطيني اضاءه في البيت، ما عندي الاضاءه قليله. والنيت في نفس الوقت فاش نكون كنصايب معكم ماكياج ولا كنصور معكم تكون حتى نتوما عندكم اضاءه زوينه. كنت سولت جوج ديال لي باج في انستغرام، وحدين قالوا لي ب 3000 درهم، وحدين قالوا لي ب 3300 درهم. وما نكذبش عليكم البنات، جاني كوافوز يكون ب 3000 درهم اولا 3300، جاني بزاف. صافي وبقيت كنقول واش نمشي عند النجار، شنو بان ليكم واش نمشي عند النجار ونوريه الموديل اللي انا بغيت، زعما واش غادي يتقام عليا اقل، اولا لا كنتو كتعرفوا شي باج كيديروا كوافوزات زوينين
زوينين وبثمن مناسب خليوها لي البنات صافي. حيتاش كيما قلت لكم هاد المرايه اللي عندي والله طلعت ليا في راسي وبغيت هكا نبدل ساعه ما لقيتش. ايوا هادشي اللي كاين، قلت نسول البنات الا قديتو تفيدوني. ودابا اختي نكملوا في النهار ديالنا. المهم حاولت نمسح الغبره، مسحت المرايات. شوفوا البنات عرفتوا هذاك البوتشامو ياكو سميتو البوتشامو زوين في المرايات، ما كيخليهمش مطبعين نهائيا. انا راه كيتباع غير بشي 15 درهم ولا 20 درهم تلقاو عند مالي الحوانت. انا راه جاي كيمسح به الموتور عرفتوا، كنمسح به المرايات كيخرجوا كيشعلوا. ايوا من بعد اختي هاد الحيله طلعت ليا في تيك توك. كان عندي داك الديفيزو خديته من مينيسو، تسالى ليا كانت فيه ريحه زوينه. ايوا طلع لي في تيك توك قال كي الا تسالى لك خدي شي سبراي كيف ما بغى يكون ورشيه. شوفوا انا جلست في الارض حتى عمرت ديك القرعه صافي، وديروا دوك العويدات وبداي كتقلبيهم. عرفتوا هاد ياره البنات الريحه ديالها خفيفه، هذا سبراي غير عادي، منين كنديروا دغيا دغيا كطير الريحه ديالو. ولكن منين درت هاد الطريقه عرفتوا الريحه كيفاش معطيه في البيت وكتبقى شاده مده طويله، عرفتوا الريحه كتعطى فنه. ودابا غادي نشارك معكم شنو كومونديت خديت رويحات جداد ديال براند كوليكشن. البنات اللي كيتبعوني من شحال هادي عارفين كيعجبوني هاد الروايح، عرفتوا عندي منهم بزاف كيعجبوني وديما كناخذهم حيت الثمن ديالهم مناسب. نقدر ناخذهم انا، تقدر تاخذهم اي بنيته، زائد كيكونوا زوينين. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما جربوهم اولا ما عارفينهمش، هادو البنات لي دوب ديال الروايح الاوريجينال. يعني الا ما كانش عندك في عوض ما غادي تكلفي على راسك وتاخدي ريحه غاليه، كتاخدي ليا واحد جويجات ولا ثلاثه ولا اربعه وكدوزي بهم مثلا الصيف ولا البرد. راه فيهم ديال الصيف وفيهم ديال البرد. دابا اختي بهاد الحال خديت رويحات اللي يكونوا قاصحين، الثبات ديالهم غزال ما كيطيروش نهائيا، كيبقاو شادين مده طويله. انا خديت ثلاثه حيت لقيتهم بروموسيو، وحده ب 99 درهم وثلاثه ب 249 درهم. جويجات راه عندي عندكم البنات الدوب ديال ليبغ ولا نوي تريزور عندي، غير قربوا يتسالاو ليا وعاوتاني كومونديت عليهم. هاد لانتيغدي اللي اول مره غادي نجربها عرفتوا، القريعه ديالها كيوت ريحتها فنه. الا سولتوني انا عارفاكم كتبغيو تاخذوا بالذوق ديالي، الا سولتوني على الروايح زعما اللي فنين هما بثلاثه بيهم زوينين، ولكن الروايح اللي فعلا كيبقاو ثابتين عندكم ليبغ وعندكم هادي لانوي تريزور. عرفتوا لانوي تريزور درتها في واحد البيجاما لغد ليه عاوتاني لقيت الريحه مازال شاده فيها. المهم انا لا تفكرت غادي نخلي لكم لاباج منين خديتها، ونقدر نخلي لكم حتى النمره ديال الواتساب الا بغيتو تاخذوا شي حاجه بصحتكم وراحتكم. وراه ما كاينش غير هاد الثلاثه اللي خديتها البنات، راه لاباج بارك الله فيها بزاف ديال الروايح. نتوما ديما قبل ما تبغيو تاخذوا شي حاجه دخلوا قلبوا على لي نوت ديال ديك البارفان وعاد ديك الساعه خذوها صافي. حطيتهم حدا خوتهم، انا راه كنستعملهم بزاف بالخصوص ملي كنكون خارجه، فعوض ما غادي ناخذ ريحه قدا قداش نديرها في الصاك ديالي غير تقل عليا، وما كيكونوا صغيورين كتحشي وحده في السويك ديالك وبقاي غدا وكترشي. وهنا اختي صافي كملت من بيتي، عطرتو ودس باش غادي نحط الغدا. عرفتو كسيكسو جا ما تشبعوش منو، درتو بالجديد وعاد ما كانش عندي القرعه الحمراء ما درتهاش، وهكا كوجا غزال. الجو كيحمق، الجو 100 100، الجو غزال سير بحال هكا الغيصن. دابا حسات الشتا ما كايناش، ولكن يمكن البرد. القطوط في اي مكان واي زمان ساكن فيهم الجوع. ناري معنا والو. خرجنا البنات غادي نمشيو لباب جديد. بنات مكناس راهم عارفين باب جديد، البنات اللي كيتبعوني ماشي من مكناس، هاد باب جديد البنات كيتباع فيه داكشي ديال الخشب، كيتباعو بيت النعاسات، الطبالي، البلاكارات، الكوافوزات، مهم اي حاجه كتخص بالخشب. جينا باش غادي ناخذو بلاكار ديال الصبابط، بغيت نديرو في الدخله ديال الباب. صراحه ديال الله كيجمع الصبابط كيحيد علينا الروينه. ايوا صافي جينا هنا كنشوفو. صراحه ما دخلناش بزاف ديال المحلات، دخلنا لجوج صافي. في الثاني لقيت داكشي اللي عجبني خدينا ورجعنا في حالاتنا، هو هذا البنات اللي خدينا. انا غادي نوصلوا للدار ونوريه لكم. كاين موديلات بزاف، كاين لوانات، غير انا بغيتو في داك اللون تقريبا نفس اللون اللي عندي في الطبلة ديال السيجور. انا صراحة ما كنبغيش نكتر في الدار الوانات، ما كنبغيش كل حاجة تبان من حاجة، زعما كل حاجة تبان من قنت. كيعجبني هكا يكونوا الوينات متقاربين. هادي هاد البلاكار راه نفس الموديل ديال الطبلة ديال السيجور. المهم هنا راه كنا جبناه للدار كنصورو ليكم زوين صراحة، وكبير والثمن ديالو مناسب. فيه جوج ديال الجوايه ديال
ديال فين غادي ندير صبيبطات؟ في هاد المجير مثلا هكا يتحطوا فيه السوارت، صراحه زويون وحتى اللون ديالو زوين، انا كيعجبني هاد البيج هذا. المهم هنا كنحاول نصور لكم تشوفوه. صافي كيف ما قلت لكم درناه في الدخله ديال الباب، ومازال باغا ناخذ زريبيه دوك الطابيات اللي كيكونوا هكا طوال، خاصني جويجات وحده نديرها في الدخله ديال الباب ني تحت منه، ووحده في واحد الكولوار وحده اخر. بدا كيبرد الحال وانا الدار عندي بارده. صافي هنا البنات هاد الايات ديال القران كانوا معلقين شويه عاليين، حيدهم ليا راجلي هبطهم لي واحد شويه لتحت، وعرفتو لقيتهم مغبرين، ما كانوا عاليين ما كنتش كاع كنوصل لهم نمسحهم، ضربت ليهم مسيحه وغادي نمسحو حتى هو. بالنسبه لدوك الايات حتى تقولوا ليا كيفاش جاوا، جاوا زوينين ولا لا؟ انا كنقول نحيدهم، وباغا ناخذ واحد المرايات كيعطيو منظر زوين. نقدر نحيدهم نقدر نخليهم، دابا نشوف. ايوا صافي هنا جيت كنمسحو هكا من الغبره باش نرصي فيه السبرديلات ولي بوطات وداكشي، والله الا كينفع وكيجمع الروينه. وحتى تقولوا لي واش كتعرفوا شي باج شكون كتبيع شي ديكورات اللي يكونوا زوينين هكا اللي نقدر نحطهم فوق منه. ايوا صافي هنا راني رصيت لي بوطات، عندي شي سبرديلات صراحه كانوا كيتصبنوا تاي نشوفوا ديك الساعه نرصيهم. المهم هكا حاولت نرصي كل حاجه في بليصه، والله الا كيجمع. عرفتوا مع دابا البرد، البرد ماشي هو الصيف، البرد كيكونوا لي بوطات غلاض وقوه السبرديلات وداك الشيء كيخليو الروينه. ايوا صافي اختي ساليت روينتي، الدار عندي نقيه مجموعه مجفه، البلاكه رصيت كل حاجه في بليصها. دابا بقى لي غير غادي نطلق شويه ديال البخور. عرفتوا شحال ما بخرت، قلت هذا النهار نطلق هكا شويه ديال البخور، صراحه كيعطي ريحه زوينه في الدار، بالخصوص مي كتكون نقيه مجفه اولا مصيقه، البخور كيزيد يزينها، كيعطي واحد الطاقه زوينه وكيخلي ريحه زوينه. صافي اختي غادي نحط المبيخره وغادي نخلي ديك الريحه كدور في الدار. كملت شغالاتي، مسحت البلاكار من الغبره، رصيت فيه البانطوفات ولي بوطات والسبرديلات وداك الشيء. المهم كملت من الدار وقلت نعجن شي طبيسل ديال الملوين. وصافي البنات راه ديما كنشارك معكم الطريقه، المهم ها نتوما معايا غادي نصايبو معاكم. ما غاديش ندير بزاف انا البنات، غادي ندير غير طبيسل. وهنا سمحوا لي على الاضاءه، نسيت ما شعلتش الرينغ لايت حتى لهاد اللقطه هذه، عاد شعلتها ما رديتش البال. المهم اختي انا كندير الدقيق ديال الحلوه، كندير ثلاثه ديال الزلايف وزلافه ديال الفينو، معلقه الملحه، معلقه ديال سنيده، وشويه ديال الخميره ديال الخبز، وواحد نص خماره ديال الحلوه. صافي وغادي نجمع بالمدافي وغادي ندلكها مزيان. دلكتها وباش ما نبقاش كنلعب ما خليتهاش ترتاح، ديك الساعه قسمتها ومشيت جلست ارتاحيت، هذيك الساعه خليتها ترتاح، ما بغيتش نبقى ندير كل حاجه بوحديتها. راكم عارفين الملوي كيشد الوقت. وصافي هنا راه كانت العشيه، راني بديت كنعيا، خاصني نجلس نرتاح. المهم كما قلت لكم راني دلكتها مزيان. صافي هنا كنفرقها بالزيت، ما درتش بزاف كما قلت لكم، درت غير طبيصل الكاسكروت واللي تيبقى لينا حتى لغد ليه الفطور. قسمتها هكا كويرات صغار، غطيتها بسلوفان وغطيتها بزويف، خليتها واحد 15 دقيقه ودابت باش غادي نورقها. بالنسبه لهاد الملوي البنات انا غادي نديرو بالخليع، راه ساهل وكلشي كيعرف يديرو، غير انا كنشارك الطريقه مع البنات اللي كيكونوا هكا مبتدئات وكيتفرجوا فيا. المهم كما قلت لكم خليت العجينه ارتاحت ليا، ودابا غادي ندوز نبدا كنورق. كنطلق هكايا بالزيت، ومن بعد كندير داك الليدام ديال الخليع راني ذوبته، وكندير السميده ديال الحرشه وكنلوي. فاش كملت داك البلاطو كامل عاوتاني راه خليته يرتاح واحد 10 دقائق 15 دقيقه، ودابا دز كنطيبهم. عرفتي البنات كيفاش جاو؟ جاو ما تشبعوش منهم. عرفتو جا الملوي تيحمق تيحمق، عرفتو كليت وحده جات بنينه. راه بغيت نصور لكم بالكاميرا القداميه، ولكن عرفتو تقاست ليا بالزيت، عييت ما نمسح فيها مضببه. المهم اختي هانتي شوفي ليا كيفاش جا. دابا غادي نمشي غادي نضربها ليا بواحد تدويشه، نبدل حويجاتي، عرفتو راني عييت، وعاد ندوز نحط طويبله ديال الكاسكروت. ملي نحطت الطويبله ديال الكاسكروت ما طللتش عليكم، عرفتو عييت غير كلينات تكيت، بقيت متبعه واحد المسلسل تركي. الطبله مازال محطوطه، والله الا مازال محطوطه، لقيتو ني دابا غادي نوض نجمعها باش ما نخليش الروينه، نغسل الميعنات. وبالنسبه للعشاء مازال صراحه كسكسو، غير ما كنقدوش نتعشاو به. سامر كوموندانا على بيتزا غير صغيره غنتعشاو بها،
وصافي اختي هادشي اللي كاين، بحال هكا داز عندي النهار صراحه، داز عندي عامر واحد شويه. كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، والى عجبكم كيف ديما خليوا لي لايك ما تنساوها ليش، كثروا لي التعاليق علاش ما قديتو. كنبغيكم بزاف بزاف، بالسلامه عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.